رح نطلع الان بهمنا زي ما قلنا في تطبيقين للبي جي تي. احد التطبيقات انه هو امبليفاير، ولما يشتغل كامبليفاير رح يكون في اي ريجن؟ في الاكتيف ريجن، وكل شيء رح يكون لينير. لما بدخل له ساينوسويدال ويف فورم مثلا بطلع لي ساينوسويدال ويف فورم مكبره بقيمه معينه، وعملتوا كل الاشياء هاي البايسنج مش هيك؟ مش عملتوها البايسنج والكيو بوينت؟ اه مزبوط. والتطبيق الثاني رح استخدمه ك سويتش، لكنه مش السويتش، وطبعا هون راح يشتغل فيه في الكت اوف لما بيكون اوف، وراح احوله للساتوريشن ريجن لما يكون اوف. هذا التطبيق راح احكي عنه بتفصيل اكثر الان. بستخدم البي جي تي بستخدم البي جي تي كسويتش. خلينا اول شيء نطلع على الاوتبوت بورت تبع الدائره. انا عندي هون حطيت بي سي سي، هي اللود راح افترضه الان ريزيستيف لود، مش شرط طبعا هو يكون ريزيستيف لود، بعدين راح نشوف اللود ممكن يكون اندكتيف. اخذنا هون هي بي جي تي، بتطلع هاي الدائره. خلينا نهمل هذيك الدائره شوي، هاي الدائره اللي بتتحكم، هاي الكنترول سايد اه، وهذا اللود سايد. اذا طلعنا هون وين بي سي اي؟ هاي بي سي اي مضبوط. اقل قيمه ممكن يوصلها بي سي اي هي بنسميها بي سي اي ساتوريشن، مش هيك؟ في البدايه لما السويتش يكون اوف، لما تكون هاي الدائره اوف وهذا اوبن السويتش، قديش راح يكون بي سي سي؟ بي سي اي عفوا. تمام، اذا لما يكون هذا السويتش اوف، لما يكون الترانزستور ان ذا اوف ستيت، قديش الكرنت راح يكون المفروض في ار ال؟ اذا عملنا ليكج كرنت زيرو، اذا الكرنت هون زيرو، اذا الفولتج زيرو، اذا بي سي سي بيساوي بي سي. اذا بالاوف ستيت راح افترض انه اي سي تقريبا بيساوي زيرو، هو فعليا راح يكون في ليكج، وراح يكون عندي في سي اي بيساوي في سي سي. الترانزستور هلا بالاوف ستيت، وطبعا الاي سي زيرو، والاوتبوت فولتج هون اللي جاي على اللود زيرو. هلا لو جيت بديت ازيد اي بي، نعم تفضل. علي صوتك بس. هاي بحاله الكت اوف صحيح، نعم هاي بحاله الكت اوف. اذا هون انا مستخدم الترانزستور كسويتش، والان انا طافي اوف، زي ما اجيت على الكبسه، لو اجيت على كبسه الضوء العاديه هاي وكبستها اوف، صار السويتش مفتوح ميكانيكيا مزبوط، هون مفتوح الكترونيا كانه مش هيك، صار اوف يعني له مقاومه عاليه. وجينا الان على الحاله الثانيه، هلا شوفوا شو صرت اعمل، بديت ازيد ايش؟ بديت ازيد اي بيس، بديت شوي شوي ازيد اي بيس، اشتغلت الجنكشن اللي موجوده هون، الام بي ان بي ان جنكشن موجوده هون، بدا يمر اي بيس كرنت، الاي بيس كرنت تحول لايش؟ انضرب في اتش اف اي اعطاني اي سي، بدا شوي شوي يزيد اي سي، وين عمالي بتحرك الان؟ على اللود لاين مش هيك؟ هي كنت هون بديت ازيد، طبعا هذه هون مقاومه، احنا مفترضينها مقاومه بالحاله هاي اللود، المقاومه لها خط مستقيم مش هيك؟ الميل تبعه له علاقه بار، وبديت اتحرك، طلعت من الكت اوف ريجن ومريت مرور في الاكتف ريجن لحد ما بوصل اي مرحله. لما بوصل مرحله قد ما بزيد اي بي، خلص بزيد اي بي، ما فيش عندي كارنت اكثر من هيك اخذه من هون، بقدرش ازيد اي سي اكثر من هيك مش هيك؟ مش بقدر اوصل المرحله هاي، اشبعت السيستم. لما بشبع هاي السيستم بصير عندي الترانزستور هذا بصير اون. هلا اي سي بيساوي اي سي ماكس، وقديش اي سي ماكس قلنا؟ راح يكون في سي سي ماينس هاي القيمة، هاي راح اسميها في سي اي ساتوريشن. إذا راح يساوي في سي سي ماينس في سي اي ساتوريشن، وهاي وين بلاقي قيمتها؟ الداتا شيت على ار. طيب وفي سي اي شو بيساوي بالحالة هاي؟ ايديالي لو انه هذا ايديال سويتش قديش بده يكون في سي اي؟ زيرو، لكنه مش زيرو، راح يساوي في سي اي ساتوريشن في هذيك اللحظة. طيب هون سؤال، كون انه في سي اي ما نزل لزيرو، ايش له امبليكيشنز؟ باور كونسبشن. احسنت، باور كونسبشن ممتاز، واضح ليش؟ السويتش اللي بيكون بضل عليه في فورورد فولتج او عليه فولتج وهو الكرنت عماله بمر فيه، ايش راح يتكون منه؟ ايش راح يصير فيه؟ الباور كونسبشن هاي قديش قيمتها بالحاله هاي؟ او الباور ديسيبيشن اللي في الترانزستور بتساوي اي سي، اذا بدنا نسميه او اذا بتحب تسميه اي سي ماكس، مضروب في بي سي اي ساتوريشن، اذا مش زيرو. هاي مشكله بالنسبه لي، هذا لاحظ هذا الباور مش الباور اللي باللود، الباور باللود شيء ثاني، انا عم بحكي عن اي باور الان؟ في الترانزستور نفسه رح يتولد فيه، وهدول واتس جولز بير سكند مضبوط، اذا كل سكند رح يتكون عندي عدد معين من الجولز، وين رح يبدا يتراكم هاي الجولز؟
اكيد. شو راح تعمل في الترانزستور الجولز هاي اللي عم تتراكم؟ راح ترفع درجه حرارته مش هيك؟ راح ايش راح يصير في الجنكشن تمبرتشر؟ راح تبدا تزيد. ايش لازم اعمل حتى امنعها انها تتجاوز الماكسيمم جنكشن تمبرتشر؟ بدي اعمل كولينج، احط هيت سينك واطلع على الثيرمال ريزيستنس فاليوز، وهي قصه مختلفه تماما. اوكي، اذا مروري في الاكتيف ريجن ايش لازم يكون ايديالي في عالم مثالي؟ هاي الانتقالي تبع هاي، انا انتقلت من الكت اوف ريجن انتقلت للساتوريشن، مزبوط. هذا المرور ايش بدي اياه يكون؟ اسرع ما يمكن، بدي امر باسرع ما يمكن، لانه حتى وانا بمر عمالي في الاكتيف ريجن هون في لسه لوسز كمان، هون عم بصير لوسز. هاي السويتشنج، عمليه السويتشنج هاي مشكله، انتقالي بالفتره هاي من هون لهون عماله بصير في لوسز، فبدي احاول انتقل، لكن هذا ما بصير انستنتينيوس مش هيك؟ ليش؟ كيف بتعرف انه ما بصير انستنتينيوس؟ كيف بقدر اتاكد من هذا الكلام؟ يكون في ديلي في السيجنال. تمام، كيف بعرف قديش القيمه هاي والوقت اللي باخده حتى ينتقل السيستم؟ كله على الداتا شيت، او على سورس. بتحب تطلع على سورس كوب، ممكن تطلع في الداتا شيت وتشوف الزمن اللي باخده حتى ينتقل. ونفس الشيء لما بدي اعمل له سويتشنج اوف، ايش بدي انتقل؟ بدي احاول انتقل باسرع ما يمكن. اذا في كل شغلنا بالباور الكترونكس راح يكون الترانزستور له هذول التو سبيس. انا هون الترانزستور بطلت مهتم فيه انه هو بيقدر يعمل لي امبليفيكيشن، انا شو مهتم فيه؟ انا كاني عمالي بفكر الان بالترانزستور بالشكل التالي، كانه عندي سويتش، هو مش ميكانيكال سويتش بس راح ارسمه كانه ميكانيكال سويتش. وفي شيء طبعا بيعمل كنترول لهذا السويتش اللي هو مين؟ الاي بيس. تحكمي في الاي بيس راح يتحكم فيه هذا السويتش. هذا السويتش انا راسمه ميكانيكي بس هو مش ميكانيكي، هو الكتروني. ايش ميزته كسويتش الكتروني على السويتش الميكانيكي؟ سريع جدا، اسرع بكثير، عالي جدا السرعه تبعته. السويتش الميكانيكي له مشاكل كثير، لونج لايف تايم. السويتش الميكانيكي بده وقت وراح يعمل باونس ما بقدر السويتش الميكانيكي اسكره وافتحه مثلا اكثر يمكن من 10 مرات 20 30 مره بالثانيه، بس هذا بقدر اعمل عليه 14 كيلو هرتز 20 كيلو هرتز. رح نشوف هاي ليش مهمة بعدين، ليش ال 14 كيلو هرتز مهمة وال 20 كيلو هرتز مهمة. اوكي، اذا انا كل اللي بهتم بالسويتش بهمني، ترانزستور بهمني كسويتش، والدايود بهمني كسويتش، والثيرستر بهمني كسويتش، والاي جي بي تي بهمني كله كسويتش. انا هون انتقلت سويتشنج، كل الباور الكترونكس اتس اباوت سويتشنج. ما في عندي اكتف ريجن اوبريشن، ما في عندي امبليفيكيشن، في عندي سويتشنج. السويتش بكون الوضع يا بكون اون يا بكون اوكي ماشي واضح. هاي نقطة.